مساء الخير مشاهدينا، وحياكم الله بالنشرة الجوية وحالة الطقس. خلال 24 ساعة القادمة سماء صافية ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة من 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة. تتحول الرياح إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة بالفترة المسائية تصل ل 30 كيلومتر في الساعة. أما حاليا في مدينة الكويت فالسماء صافية ورياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة 4 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الحالية 32 درجة مئوية، والرطوبة النسبية 12%، والرؤية الأفقية أكثر من 12 كيلو. حالة الطقس أول نهار يوم الأثنين إن شاء الله فرص لأمطار متوقعة، قد تكون رعدية أحيانا، وسرعة بالرياح تصل إلى 55 كيلومتر في الساعة مثيرة للغبار خاصة على المناطق المكشوفة. درجات الحرارة الصغرى في مدينة الكويت 21 درجة مئوية، العبدلي 18 درجة مئوية، الشقاية والسالمي 18 درجة مئوية، الوفرة 18 درجة مئوية، وفي جزرنا الشمالية 24 درجة مئوية، والجزر الجنوبية 23 درجة مئوية. يستمر الطقس غير مستقر لبعد منتصف نهار يوم الاثنين ان شاء الله، والرياح تتحول الى جنوبيه شرقيه خفيفه الى معتدله تنشط على فترات من 8 الى 40 كيلومتر في الساعه. درجات الحراره العظمى في مدينه الكويت 28 درجه مئويه، العبدلي 27 درجه مئويه، الشقايه والسالمي 27 درجه مئويه، الوفره 29 درجه مئويه، وفي جزرنا الشماليه تتراوح درجات الحراره من 30 الى 31 درجه مئويه، والجزر الجنوبية 30 درجة مئوية. البحر معتدل إلى عالي الموج من 2 إلى 6 قدم. المد الأول الساعة 5:41 الصبح، المد الثاني الساعة 3:17 بالليل. الجزر الأول الساعة 10:14 الصبح، والجزر الثاني الساعة 11:59 مساء. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 4، شروق الشمس الساعة 5:22 دقيقة، غروب الشمس الساعة 6:14 دقيقة. حالة الطقس خلال 5 أيام القادمة إن شاء الله يوم الأثنين أجواء غير مستقرة، فرص لأمطار رعدية متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط على فترات مثيرة للغبار من 15 إلى 55 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة مئوية. تتحول الرياح إلى جنوبي شرقية يوم الثلاثاء، ويمكن تستمر فرص الأمطار لكن تقل شوي شوي لفترة المساء، والرياح من 8 إلى 40 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة العظمى 25 درجة مئوية، والصغرى 19 درجة مئوية. يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة سماء صافية، والرياح تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتراوح سرعتها من 8 إلى 35 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى تتراوح من 29 إلى 31 درجة مئوية، والصغرى من 21 إلى 24 درجة مئوية. كانت هذه نشرتنا الجوية، شكرا للمتابعة.